حتى اخواننا الفلسطينيين يعني نفس طريقه الشيء. العيش اللا نعم. انساني لا المساكين إنساني. في مخيمات بالضبط. ما عندهم حق العمل، ما عندهم نعم. حق يعني حقوق كثيره. شوفي في مجارير بين بيوتهم، يعني انا بفهم انه الدوله اللبنانيه وكل ما جاء من مال فلسطيني منظمات فلسطينيه نحن لن نقبل ببناء البيوت مشان يرجعوا على فلسطين. طب يا اخي حسنوا على الاقل حياتهم اليوميه. طيب عندك رقم عن عدد اللاجئين الفلسطينيين دقيق يختلف عن رقم الدولة اللبنانية؟ أصدرناه في دراسة تقريباً، لكن لا يحضرني الآن، يعني لأن أتذكر ناقشنا هذه الدراسة من الأسكوا في السرايا الحكومي، وكان معنا اللجنة الفلسطينية اللبنانية صح. أعتقد إذا لم أخطأ في الاسم، وهناك تفاجأ العديد من المسؤولين اللبنانيين بالرقم، إنه العدد أقل، أقل بكثير بكثير, بكثير. تقريبا 200,000 كان عم ينحصر. إيه نعم 300,000 200 شوي ألف. يعني إذا أنا الآن ليست الأرقام أوكي. أمامي، ولكن إذا الخطأ اللبناني الأول هي عدم توفر هذه القدرة لإحصائيات دقيقة عن اللاجئين. أوكي. ثم عدم توفر معلومات دقيقة كيف دخل هؤلاء. أنا عندي سؤال أساسي أستاذ سامي، ليس فقط اللاجئين السوريين في لبنان ولكن في تركيا وفي الأردن وفي جميع الدول، واليوم كل يوم لاجئين ينتهوا في قوارب الموت في قاع البحر المتوسط. صح. من يقوم بكل ذلك؟ من يقوم؟ بالتأكيد مهربين محترفين، ولكن هناك أيضا أسئلة تطرح وأنا لا أملك الإجابة، لأني دول تفتح حدودها؟ لا أملك الإجابة حقيقة، ولكن أقول كيف تستطيع هذه العصابات أن تهرب. طبعا إحنا أيضا في الأمم المتحدة عملنا العديد من الدراسات عن تهريب في البشر والتهريب في البضائع، التهريب في المخدرات، وهي دائما العصابات تتفوق على الأجهزة الأمنية في أي بلد مهما تفوق. ولكن كل هذا الكم اليوم الخروج إلى آخر سفينة القارب، السفينة الكبيرة في أوكي. في الشواطئ اليونانية، يعني كيف يحصل كل ذلك؟ إذا هذه أخطاء، أن الدولة اللبنانية كمان ما أدارت لا حدودها ولا اللاجئين ولا جابت معلومات ولا عم تعرف تدير العملية التفاوضية حتى الآن. طيب خلينا نشوف هذا التقرير من أو على الأقل